تفريغ الطاقة السلبية من الأطفال اللي شافونهم في بعض الحروب أو في وضع النزوح في طريقهم إلى جنوب قطاع غزة. قررنا أنه إحنا نعمل جروب شبابي وطلعنا من ذات نفسنا رغم أنه فيش معانا أدوات سيرك كتير، لكن رغم الأوضاع الصعبة اللي احنا فيها عايشين فيها هذه وأوضاع الحرب، طبعا احنا بنكون مبسوطين احنا لما الولد يعطينا ابتسامة من خلال اللعب، لأنه بكون هو شايف ضغوطات نفسية كثيرة، واحنا من خلال اللعب نقدر ايش نفرر للعالم انه احنا بنرفع هذول الأطفال حتى ما يكون لأموره من خلال مشاهدة الخوف والرعب انه ما يصير عنده أعراض نفسية أو عنف.